عن الموضوع ده الوزير او رسالة رئيس مبطنة. لا مش مبطنه او رئيس الوزراء اكيد ممكن نختلف مع الرئيس انما انا ما بعملش زي الناس التانيين يعني مثلا ما اتكلمش يعني في ذوق في 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 التعاطي مع هذا الرجل وهذا الرجل قياده تاريخيه يعني مش هيجي خلاص دي اخر انت عارفه في العالم العربي ده بيقول لك قيادات تاريخيه دي اخر قياده تاريخيه في مصر اللي جاي بعد كده ملوش اي امارات اي حد جاي بعد كده ملوش اي اماره عندي انه يبقى قياده تاريخيه وما غيرلوش الماده 77 ويقعد 20 فتره و30 فتره حسني مبارك قائد الضربه الجويه واللي قعد مع بقاله 30 خلاص ده له استثناء مستثنى بإلا لما اي حد تاني اي حد تاني مهما كان قولوا اللي انتوا عايزينه ما بتكلمش عن الناس اللي طلعت اشاعات والناس اللي عملت والناس اللي سوت ولكن هذا الرجل لم نعرف غيره طوال الثلاثين سنة اللي فاتوا وهذا الرجل هو مسؤول عننا قدام البرلمان وقدام ربنا ولذلك كملة لهذا الدستور الآن حدث تاريخي نكرر حسني مبارك لن يكون في انتخابات سبتمبر القادمة وفي نهاية الخطاب الخاص به قال أن حسني مبارك يترك اسمه للتاريخ ليشهد التاريخ بما له وبما عليه في بداية هذه الحلقة قلنا لحضراتكم أننا نتوقع في هذا البيان هذه الكلمات وبالفعل هي هذه الكلمات ولتنتهي الآن هذه الحركة من الشوارع وتحيا مصر وتحيا الدولة المصرية ويعود المصريين كلهم صف واحد الآن تعود الدولة مرة أخرى حسني مبارك بكل حكمة حسني مبارك بكل حكمة حسني مبارك بكل حكمة حسني مبارك بكل حكمة قرر اختيار الدولة وليختار المصريين رئيس مبارك هو الذي توعد بملاحقة الفاسدين الكلمة دي افتكروها ملاحقة الفاسدين الرئيس مبارك هو الذي قال الوطن هو الباقي أما الأشخاص فيزولون الرئيس مبارك هو الذي سوف يترك مجلس الشعب في يد القضاء وهو الذي طالب بالحوار مع الأطراف أظن يا جماعة كل اللي طلب كل اللي طلب في الأسبوع اللي فات تحقق لم يكن مصري أو عربي أو مواطن في العالم يتوقع أن يحدث هذا في مصر في سبعة أيام وأن يأتي الرئيس في اليوم السابع ويقول أنه لم يكن طالب سلطة أو جاه ويقول أنه لم يكن ينتوي الترشح في الانتخابات القادمة ويقول أن الأهم هو الوطن الآن يا جماعة لو اشتغلنا من هنا العشر سنين قدام عشان نرجع زي ما كنا من سبعة ايام هيبقى عندنا مشكلة حافظوا على مصر هذا الرجل قرر ان يتحمل المسؤولية ويرحل قرر ان هو يحافظ على هذا الوطن بعد 30 سنة خدمة سواء كنتوا معاه او كنتوا ضده انتم تعلموا من يتحدث معكم حافظوا على البلد الان كل واحد يقول لمواطن جنبه ارجوك مفيش مظاهرات من اللحظة دي يعود الانترنت بكرة احنا كنا في عصر اسود ومهبب خلونا اتكلم بقى واقول اللي حصل النهارده انا كنت اتكلم يقول لي اوعوا تشغلوا الواد ده هو اوعوا تشغلوا الواد ده الواد ده يقعد كده زي الكلب وكنت اقول للناس اقول لهم والله العظيم ثلاثه ربنا هيحلها كانوا رجال اعمال اصدقائي يبصوا لي يقولوا لي ده جامد ده اجمد من ربنا والله العظيم ثلاثه كانوا بيقولوا اجمد من ربنا انما ربنا كبير أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير واحد جه قال لي مرة قال لي على فكرة عمرو روح شوف لك بيزنس كده افتح محل جزم ولا محل بتاع انت عمرك ما هتشتغل تاني عمرو أديب وعماد أديب عماد أديب ذل أهله الراجل على جاي كان بيقول كلمة حق ابدا اوعى
اوعى الراجل ده يبان اصله محترم وبيعرف يتكلم. يا جماعه احنا انتوا فاكرين انتوا اي بلاغات النهارده؟ انتوا سامعين كلام جديد؟ كنا بنقول كل الكلام ده حديد، اسمنت، ارض، احتكار، زنا، دعاره، فلوس من تحت الترابيزه، فساد شرطه، كل ده كنا بنتكلم فيه. بس ايه؟ اتكلم زي ما انت عايز واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. امي قالت لي يا ابني مره واحده بس تطلع على التلفزيون اشوفك وخلاص. كانت عيال، كانت في المستشفى، كان نفسي اطلع بس يوم اقول لها اما دعاكي الصبح وفي الفجر جيب بنتيجه. العيال اللي طلعوا احسن مننا، احنا جبنا رغم ان احنا اتكلمنا وقلنا كل حاجه، بس احنا ما كانش عندنا القدره ان احنا نتحرك. كان بيكلم كل البرامج، مفيش برنامج كان بيكلمه. كنت اقول له لا، لازم الناس تعرف الحقيقه. وكنت واهم، كنتش متخيل ابدا ان احنا كنا ممكن يعملوا فينا كده، يسكتوا بلد كامله. انما لا، ذكوره ورجاله، الشعب ده ذكوره ورجاله. كان نجيب ساويرس لما عاوز يكلمني من موبايل بنته، من موبايل بنته. طبعا ما كانش بيفرق لان هم كانوا بيلابوا تليفوناتنا ببصمه الصوت. انت قاعد حياتك كلها تتكلم. انا كان ليا اصحابي يا اسري ما كانوش يسلموا عليا، بقوا بيخافوا. لا 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 لا، ده الكلب اللي اترمى. النهارده يا اسري احنا بنحتفل بايه؟ قول ورايا. احنا بنحتفل بانتهاء الذل. لا يمكن. ضابط شريف من الضباط المحترمين اللي انت بتشوفهم في دول بيخشى ربنا، دول ما كانوش بيخشوا ربنا، ما كانش عندهم ربنا. ايدينا ورمت يا جماعه. احنا 300 اسره وبنشتغل ومحطه، ده احنا لمينا للبلد في يوم وليله 30 مليون جنيه. انا كلمني احمد عز بعد ما مشوني، قال لي على فكره انت السبب ان الشعب المصري مش راضي. اهلا يا احمد، اخبار الرضا النهارده ايه؟ اخبار الرضا عند مصر ايه النهارده؟ انت اللي كنت يا احمد بتقول له الشعب يا فندم راضي، عندهم عربيات، شربوا بيبس وكوكاكولا، بيركبوا اجهزه تكييف، شوف بيستهلكوا وبتاع ازاي، معدل التنميه يا ريس كذا. انت اللي وديتنا في ده يا احمد، انت وغيرك. انتوا اللي جننتوا الناس، انتوا اللي قعدتوا كان العيال بتتقتل في التحرير وانتوا جايبين الكوبري العربيات ماشيه عليه زي الفل وحلوه. يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. اي حد يسال النهارده احنا بنحتفل بايه؟ ان ما عادش فيه ذل. حضرتك النهارده ما فيش حد هيوقفك في لجنه ويقول لك اديني 20 جنيه. ما حدش النهارده هتخش مرور ولا بتاع يقول لك اديني 50 جنيه. ما حدش لما تبقى جايب اربع سنين جيد جدا وعايز تبقى معيد في الجامعه بتاعتك هتتعين معيد في الجامعه بتاعتك. بلدنا هتبقى حلوه. بلدنا جامده قوي. كل المليارات اللي اتسرقت ديت تعرفوا ان البلد دي كان فيها فلوس كتير جدا. النهارده ليله ذهاب الذل من مصر.